السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الشروق، أهلا بكم في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. إن شاء الله حنكون معاكم طيلة شهر رمضان المبارك أسرة مطبخ الشروق، أنا وزميلنا أحمد. أهلا بك الأخت الزميلة سمر. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أحب أقول في البداية رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالخير والبركة. إن شاء الله حنكون معاكم طيلة هذا الشهر المبارك من خلال قناة الشروق. معنا الشيف آيل درواني، مرحب بك يا شيف، رمضان كريم. مرحب بك يا أحمد، الله أكرم، كل سنة وانتم طيبين. أنا شيف آيل جرواني، ثالث أفريقيا في فنون الطهي. هنكون معاكم طول شهر رمضان، هنعمل أحلى الأكلات والوصفات. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير والشعب السوداني بألف خير. يلا نبدأ ونشوف هنبدأ بإيه النهاردة. هتطبخ لنا شنو الليلة يا شيف آيل؟ هنطبخ النهاردة ملوخية وبتنجان مخلل، وهنعمل حاجة حلوة كده بغيشة، وهيكون معانا آخر الحلقة مفاجأة كده هنشوفها تكون إيه. طيب ممكن تعرفينا بالمقادير؟ الملوخية معانا كوباية شوربة فراخ أو شوربة لحمة وكوباية ملوخية، وللطشة بتاعت الملوخية ثوم وكزبرة ناشفة وزيت وزبدة. والخلطة بتاعت البتنجان معانا بتنجان من الصغير ده أو بتنجان كبير متقطع حلقات، وطماطم وفلفل حامي وثوم وشويه خل، هنعمل بيهم الخلطه بتاعه البتنجان المخلل. يلا نبدا. اول حاجه هنعملها هنحط الشوربه بتاعه الملوخيه تسخن. هل الملوخيه في مصر اكله دائما عندكم ولا بس مخصصه في رمضان؟ لا، الملوخيه من اشهر الاكلات عندنا في مصر، كله بيحبها وموجوده في كل البيوت تقريبا، يعني شبه يومي. والاطفال وهم صغيرين ما بياكلوش تقريبا غير ملوخيه، فبالنسبه للامهات دي بتكون اسهل حاجه واسرع حاجه. صح، دايما امهاتنا يعني بيعمل لنا، حتى احنا عندنا في السودان يعني اكله سهله وسريعه وحلوه في نفس الوقت. اول حاجه هنعملها هناخد البتنجان، يا دوب بس هنفتحه من نصه كده، احنا شايلين الحته اللي فوق. قبل ما الزيت ما يسخن هنعمل الخلطة بتاعته. هنقطع الطماطم ونحطها في الخلاط، هي والفلفل والثوم والخل، ومش هنضربها جامد، يا دوبك ضربة بسيطة كده علشان ما تطلعش عصير. انا الزيت سخن، هنزل بالبتنجان. الملوخيه في مصر عندكم بتاكلوها يعني شنو الاطباق الجانبيه اللي بتكون معاها؟ بتكون رز وكده ولا بس رز وفراخ؟ اوكي، وبتنجان مخلل وفلفل مخلل. احنا هنحط البتنجان، هنحط بقيه البتنجان يتقلي، هنطلع بس فاصل، هنضرب بس الخلطه دي اللي عليها الثوم والخل لحد ما نرجع. أعزائنا المشاهدين، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم ثاني أعزائنا الكرام مع الشيف آية. احنا كده خلطنا بس الطماطم والفلفل والخل والثوم وشوية ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة، ورشة ملح، والبتنجان كمان خلص. هنطلع البتنجان. والملوخية كمان فاضل على الطشة بتاعتها، انا هقفلها وهنعمل الطشة بتاعتها اخر الحلقة عشان تفضل فريش كده وحلو. الطشه دي هي اللي عباره عن شنو بالظبط؟ ثوم، زيت وزبده، وثوم وكزبره ناشفه بس. احنا في السودان عندنا بنسميها القدحه. ما هي يعني نفس التقديحه. ايوه احنا عندنا بنقول التقديحه. نشمر بس كده علشان ايه؟ ننشف البتنجان. وبعد كده هنشيله.
بس كنت بصفيه من الزيت بتاعه. بعد كده هناخد من الخلطة، احنا فاتحين هنا فتحة صغيرة، هناخد من الخلطة وهنحشيها. نجيب الطبق، ممكن نشيل دي خلاص. نحشيها حلو كده عشان ايه الخلطة دي بتبقى حامية شوية. اللي مش بيحب الشطة طبعا يقدر يعملها من غير فلفل، يعملها بفلفل اخضر عادي، بتبقى برضو طعمها حلو. اللي هي الخلطة دي قريبة من خلطة الدقوس تقريبا. ايوه قريبة شوية بالظبط. اللي بياكلوها مع الرز. مع الكبسة. ايوه ايوه صح. انت سرحت مع البتنجان خلاص. لا لا انا قاعد شايف بس. ايوه انا حاسة برضو ان انت ايه، ما هو خلصوا بقى عايزين ناكل. بالظبط كده. الاكل ريحته حلوه. النهارده احنا جايين للشعب السوداني من المطبخ المصري، فان شاء الله وصفتنا تعجبكم وتجربوها وتبعتوا تقولوا لنا رايكم ايه، وابعتوا قولوا لنا تعليقاتكم كلها ومقترحاتكم وعايزيننا نعمل ايه في البرنامج. هيتهيألي كده كفايه. بس كده بشكل حلو شوية. ممكن ناخد واحدة كمان. تنجان سخن بس شوية. ممكن نعمل معاه فلفل كمان مقلي. وبعدين ممكن بقى برضو نعمل حاجة كده لطيفة. انا عندي هنا طماطمايه ممكن نقطعها كده شرايح ونحطها في النص، نحط عليها بقية الخلطة دي. برضو الطماطم بالخلطة دي بيبقى طعمها حلو جدا. ده كده اول طبق جهز معانا. هنطلع فاصل ونرجع بقى نكمل نعمل البغاشة. هنطلع فاصل، خليكم جرب. عارفين اكتر شي مفيد وبيعزز المناعة شنو؟ فيتامينات ألف ودال، وهس الاثنين بيجوا موجودين في زيت صباح وفي كل وجبة بعملها عشان أسرتي وأطفالي دايما يكونوا محميين في الملعب أو معي في البيت. زيت صباح، مناعة تزيد كل صباح جديد. رجعنا لكم من تاني مشاهدينا الاعزاء مع الشيف آية واصل الطبيخ يا استاذ آية. احنا كده خلصنا البتنجان، الملوخيه خلاص فاضل على الطشه زي ما احنا متفقين، بس هنعجن عجينه البغاشه. اهم حاجه تكون البوله ما فيهاش ميه. ممكن توضحي يا شيف آية ايه الطبخه دي للمشاهدين او هي عباره عن ايه بالظبط؟ البغاشه دي عباره عن عجينه بنعملها، وبعد كده عجين بنعملها وبعد كده بنفردها على بزيت وبنقطعها وبنقليها. لما بتنزل الزيت بتنفش وبنطلعها، نرش عليها سكر بودرة او مكسرات او ننزلها في شربات او شربات اللي بيتحط فيه القطايف. ايوه شربات. عندنا الشرير. ايوه
هحط الدقيق وهحط عليه معلقه بيكنج باودر، دي كوبايه دقيق عليها معلقه بيكنج باودر. وزي ما احنا عارفين ان اي عجين لازم بنديله رشه ملح عشان نكسر الطعم، ولا رشه الملح مع الدقيق هي بتساعد العجينه على ان هي تخمر، وبتساعد الدقيق على ان هو يريح يعني بيتفاعل مع السكر، يقدر يقوم بالسكر والملح الاثنين بيعملوا الخلايا او الشبكه اللي بتقدر تكون لنا العجين. هنحط رشه سكر بسيطه قوي، وبعد كده هنقلب المواد الجافه كلها مع بعض، وهنفتح فتحه هنا في النص ونكسر البيضه. وهنقلبها وبعد كده نخلطها مع العجينة، نخلطها مع الدقيق، نخلطها كويس. وبعدين بحط مقدار ربع كوباية زيت. المقادير كلها برضو هتكون نازلة، لو حابين تجرب الوصفة المقادير هتنزل. في اي سؤال شيف آية هتحاول تتواصل. لسه كنت هقول يا ريت اللي يجرب الوصفة بس يبعت يقول لنا رأيه فيها. أيوة، كان ايه اللي طلع غلط، اتظبطت ما ظبطتش يعني، ويقولوا لنا برضو انتوا محتاجيننا نعمل لكم ايه، واحنا ان شاء الله سائل كتير، وفي دقيق بياخد نسبة سائل عالية جدا، فالعجين مش يعني ما نقدرش نحكم العجين خد قد ايه سائل غير من نوع الدقيق اللي بنستخدمه. فلما بحط ربع كوباية الزيت لو لقيتها محتاجة سنة مية بحط مية بسيط قوي وارجع اعجن واشوفها محتاجة تاني ولا لا، وممكن لما احط الزيت ما تحتاجش معايا ميه خالص. يعني احنا بنانا بنقدر في العجن، في وقت العجن بالظبط بالظبط، عشان انواع الدقيق بتختلف، انا ممكن استخدم نوع انتوا تستخدموا نوع تاني فيفرق معانا. هي تلم كده، هي محتاجه شويه ميه كمان لحد ما تبقى عامله زي العجين، مش زي عجينه البسكوت. فاحنا عارفين عجينه البسكوت او عجينه التارت اللي هي بتكون طريه شويه ما بتفردش معايا بسهوله، لكن دي بتبقى عامله العجينه زي عجينه العيش، ولما باجي افردها بفردها بزيت ما بفردهاش بدقيق. هي بدات تعجن اهي معايا. اي عجين طبعا لازم بسيبه يرتاح شويه، حتى لو حاجه مش محتاجه ان هي تخمر، بس الافضل ان انا اسيبها ترتاح شويه وتهدى شويه وبعدين ابدا اشتغل بيها، لان العجين بيعمل حاجه اسمها عرق الجلوتين، فالعرق ده لازم نريح العجين شويه، ان هي دي مش محتاجه اكتر من 10 دقائق نسيبها بس ترتاح فيهم. نكون قفلنا طشه الملوخيه، هنسيب العجينة ترتاح وهنولع الملوخية على النار، وهنولع الملوخية برضو تسخن. ممكن في الوقت العجين لسه بيخمر تحكي لنا عن تجربتك في كونك يعني رقم 3 في أفريقيا، كيف كانت تجربتك في المسابقة وكده؟ ممكن أنا الأكاديمية المسابقة دي أنا ترشحت لها عن طريق الأكاديمية اللي أنا كنت بدرس فيها، الشيف اللي كان بيدرسني في الأكاديمية. أنا أحط معلقة صغيرة زبدة، وهحط برضو مقدار معلقة زيت، وهحط فصين ثوم مفرومين، ومعلقة صغيرة كزبرة، انا كنت بقول لك انا رحت اترشحت من الشيف اللي كان بيدرسني في الاكاديميه، انا دارسه فنون طهي سنه ونص، دبلومه اكاديميه من انجلترا، فاترشحت المسابقه. كنت دخلت مسابقات كتير جدا بصراحه جوه مصر، بس كنت اول مره اسافر مسابقه بره مصر. سافرت والحمد لله توفقنا، كنا 2 وخدنا 3 افريقيا. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. الملوخيه لازم تكون سخنه، والطشه لازم برضو تبقى سخنه اكيد يعني.
لما بخلص الملوخية من الأفضل إن أنا ما غطيش عليها، يعني بعد ما أحط الطشة وغرفنا عشان ناكل ما غطيش عليها في ساعتها عشان بتسقط. إحنا بقى هنعمل إيه؟ إحنا هنغرس الملوخية ونحط الطشة عليها من الوش. حاجة ان الثوم برضو ما يتحرقش بتاع الطشة بس كده زي الفل. ايه يا عم وده احلى صوت ممكن نسمعه في الحياة واحلى ريحة. ايوه كده تبقى تاني وصفة معانا خلصت. هنبدأ بقى نفرد العجينة. هنحط الاول الزيت بتاعها نجهزه يسخن، لازم يبقى الزيت كتير شوية، فهنحط زيت كده بضمير. وبعد كده هنحط هنا زيت عشان نفرد العجينة. العجينة بتبقى ناعمة قوي قوي قوي، يعني محدش يقلق لما العجينة تطلع منه كده، هي بتكون ناعمة. وبدهن هنا زيت برضو عشان ما تلزقش. بفردها بخليها رقيقة إلى حد ما. وبقطعها بالعجلة بتاعة البيتزا. لو لقيت حتة عشان ما تتهريش من الفرادة بتاعتنا، فلو لقيت حتة أتخن من تانية بفردها كده بإيدي، هي بتفرد بسهولة أصلا جدا. وبعد كده بجيب عجلة البيتزا، بنجيب عجلة البيتزا وبنقطعها بأي شكل. ممكن نقطعها كبيرة، ممكن نقطعها صغيرة، على حسب كل واحد والمفضلة. بالظبط. لو لقيتها برضو بنا لقيت الحتة دي تخينة شوية فبفردها عادي جدا. الزيت يسخن، لازم تنزل في زيت سخن جدا. نطلع فاصل عبال ما الزيت بتاعنا يسخن. نطلع فاصل ونواصل، خليكم قراب. رجعنا لكم من تاني، معانا الشيف آية. نواصل آية. ماشي، هنعمل هنحط على النار والزيت بيسخن الشربات. طب شيف آية، في سؤال. الوصفة دي انت حطيتي فيها بيض، في ناس ممكن البيض ما بينفع معهم، عندهم حساسية من البيض، ممكن يستبدلوه او ما يحطوه؟ ممكن، هقول لك حالا. بس نقول احنا عملنا ايه، احنا حطينا كوباية سكر مع كوباية مية. ده طبعا الشربات. وهنحط عصرة ليمون. ممكن تورينا فايدة الليمون شنو يعني؟ الليمون ده أسيد، بيديها مزازة حلوة. واثنين قرنفل، ده كلها نكهات. ممكن نحط عود قرفة، ممكن نحط ينسون، كل دي منكهات. الزيت سخن، هنحط البغاشة. كم مدتها بتاخد في الزيت تقريبا؟ ولا ما بتاخدش وقت خالص. بصي دلوقتي اصلا هتلاقيني وانا بحط بطلعها على طول. ما بتاخدش وقت خالص. ما بتاخدش وقت، يعني بصوا ما خدتش دقيقة، اقل من دقيقة كمان. هي ما بتاخدش وقت خالص. انت كنت بتسأل عن البيض. بالعكس، هي بتبقى حلوة للناس اللي ما بتاكلش البيض، ان هي ما بتحسش بطعم البيض فيه فبتاخد الفايدة. يعني في اطفال كتير ما بياكلوش البيض، دي هم هيحبوها جدا وبتبقى حاجة حلوة. أيوة. فبالعكس سهل جدا ان احنا نأكلها لأطفالنا. ده كده الشربات هو غلي معانا 10 دقايق. هنزل فيه البغاشة وهنطلعها بقى على طول. اللي هيطلع من هنا برضه هنزله على طول فيها.
طول ما هي بتشكشك كده معانا بتشرب من الزيت. هل ممكن ناخد معاها حاجات غير الشير او المنكهات؟ طبعا ممكن. ممكن هي دي حاجة ناكلها مع القشطة ولا مع حاجات دي. ممكن طبعا ممكن، هي حاجة أساسية جدا. أول ما بتطلع بتكون طرية شوية، بس بعد كده لما بسيبها شوية بتنشف. هي بتبقى حاجة حلوة جدا. برضو ممكن للناس اللي ما بتحب السكر أو فري شوجر ممكن ياكلها عسل أو ممكن ياكلها يقلل السكر في الوصفة شوية. ممكن مابل سيروم للناس اللي تقدر تعمل عسل أبيض، سكر بودرة يترش عليها كده. احنا عملنا الوصفات بتاعتنا، بس هنطلع فاصل واستنونا عشان في مفاجأة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونرجع لكم من تاني، ما تمشوا. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم من تاني. وزي ما شيف آية قالت في مفاجأة، رجعنا لكم وحنوريكم هسه المفاجأة. شيف آية ما قصرت معانا، عملت لنا الحاجات الظريفة دي والأكلات الحلوة دي. بتمنى من كل أسرة سودانية تجرب الحاجات دي وتظبطها. وتفضل شيف آية ورينا افصح للمشاهدين المفاجأة. معانا النهاردة شيف حسام اللبوذي، تفضل. اهلا بيك، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. طيبين الأسرة الإسلامية كلها طيبة وبخير، ورمضان كريم عليكم. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم طاجن رز معمر. هي أكلة مصرية قديمة جدا جدا، بلها أزل، انتشرت في الفلاحين. هبتدي أعملها لكم النهاردة. طلعت كذا طريقة، طورت. كان رز معمر بيتعمل فقط، دلوقتي بيبقى في منه حلو وفي حادق وفي منه بالفراخ وفي بيتقرفة. فان شاء الله وهنعملها النهارده باللحمه المفرومه. هنعمل النهارده شفايه رز معمر باللحمه المفرومه. انا مستنيه اساعدك طبعا، ولا هعمل اي حاجه، انا امسك سكينه. انا خلاص بقى شيف. لا لازم اساعدك طبعا، انت منورنا. ان شاء الله المكونات اللي معانا اللي هنستخدمها في عمل الرز المعمر، معانا لبن وزبده ورز، ومعانا فلفل اسمر وملح. المكونات ديت ومرق الدجاج هنستخدمها، وهنعمل اللحمة ببصل. معنا البصل بتاعها والثوم والفلفل. لحمة مفرومة، لحمة مفرومة. يعني أرشح السادة المشاهدين إن أفضل حتة لحمة ممكن يجيبوها مفرومة، يا إما من عند الجزار، يا إما بتبقى لحمة من الرقبة أو الكتف. حتة اللحمة اللي هي بتبقى ناعمة شوية فبتبقى كويسة، ما بتتفرم، ما بتبقاش دراي أو ناشفة، بتبقى جوسي شوية. فنبتدي نعمل دلوقتي الطبق. يلا نبدا. يلا نبدا يا شفاي. انت منور مطبخ الشروق وقناه الشروق، نورك يا شفاي. نبدا اول حاجه. لا انت مش جاي تكسر لنا مطبخ شيف حسام، حاجه بسيطه بدايه بس. ماشي. هنبدا دلوقتي نعمل الرز المعمر، هوريكم طريقه عمله ازاي. هنبدا اول حاجه نستخدمها، نحتاج حله، تمام، وهنحط فيها اللبن. قد ايه لبن؟ ده 600 جرام لبن، يعني 3 كوبايات لبن. اهم حاجه يكون لبن كامل الدسم، وبالذات لو فريش هيبقى افضل حاجه طبعا، اللبن الفريش. ومعانا هنا 100 جرام زبده و300 جرام رز. 100 جرام زبده يعني معلقتين زبده مليانين، و300 جرام رز يعني كوبايه ونص رز. بالظبط كده. اهم حاجه نغسل الرز كويس جدا ويتنقع لمده 30 دقيقه في ميه بارده، بعد كده يتصفى، تمام. بعد كده نستنى اللبن يغلي على النار، وهنحط فيه الرز ونهدي عليه شويه. هي في طريقه تانية كان بيتعمل بيها، اللي هما بيعملوا بيها زمان، كان بيتحط في الطاجن الرز ويتحط عليه اللبن بالزبده، تمام. احنا عشان ما ناخدش وقت فهنعمله ازاي، هنسيبه على النار شويه، بعد كده نعبيه في الطاجن وندخله الفرن. اوكي يا شفاء؟ اوكي. تمام. نقع الرز بيقلل من كمية اللبن اللي بياخده الرز عن لو ما تنقعش. بالظبط، وما يبقاش معجن، ما يخليش الرز المعمر معجن قوي، وبيقلل كمية النشا اللي موجودة في الرز. تمام. فلازم يتنقع الأول لو ما يشربش لبن كتير، في نفس الوقت ما يبقاش فيه نشا كتير. تمام. النقطة دي نقطة مهمة جدا. مهمة جدا.
مهمه جدا. في ناس كتير قوي بتحطه من غيره يتغسل فبيعمل معاه مشكله ان هو بيطلع كله معجن. لا احنا هنغسله وننقعه شويه. الغسيل لازم يتنقع. لازم يتغسل ويتنقع. تمام تمام تمام. اللبن قبل ما يسخن احنا هنركب دلوقتي اللحمه المفرومه. هنعمل اللحمه المفرومه او اللحمه المعصجه اللي هتبقى الحشو بتاعه. يلا اللبن هنا. تمام. هنستخدم طاسه. قد ايه لحمه على كميه الرز دي يا شيف حسام؟ 250 جرام يعني ربع كيلو. تمام. هنحتاج هنفرم البصل. طبعا افضل بصل يستخدم في الطبيخ هو البصل الابيض. في ناس بتستخدم البصل الاحمر بس البصل الاحمر بيبقى مسكر زياده، فانا برشح ان البصل الاحمر بيبقى للسلطه بس ما بيبقاش للطبيخ. اي حاجه طبيخ بنستخدم فيها البصل الابيض. اوكي. احنا اغلبيه البيوت السودانيه بتستخدم البصل الاحمر كاساسي في بعض الاكلات. هو مشكله البصل الاحمر كمان حتى للعين شكله مش احسن حاجه لما بيتحط على النار مده طويله. مش احسن حاجه العين تشوفها. انت لما بتروح تاكل في مطاعم مستحيل تلاقيه مستخدم بصل احمر. هتلاقي كل الاستخدام حاجه على النار بصل ابيض. هو البصل الاحمر نسبه السكر اللي موجوده فيه اعلى من الابيض. تمام. فبيبقى كويس جدا للسلطه، فلما باجي اقعده في طبيخ ما بيبقاش افضل حاجه. تمام. يعني استخدمت البصل الابيض احسن. البصل الابيض افضل. ايوه. تمام. طيب انا عندي سؤال يا شيف حسام. بالنسبه للحمه المفرومه، في ناس مثلا ما بتحب اللحوم. ممكن تعمل بدل فراخ، ممكن تعمل بفراخ، وممكن تعمل ساده، وممكن تعمل بحمام. اوكي. يعني بتعمل بالحمام، بتعمل بالفراخ، في كذا طريقه ليه، مش لحمه فقط يعني. ايوه. يعني حسب الشخص زي ما هو راغب لحمه او بيف او فراخ او حمام، الحاجه اللي مناسبه معاه هو اللي استخدمها في الوصفه دي، مش شرط حاجه معينه. بالظبط. هو طريقه عمل الرز واحده، هو الاختلاف الحشو اللي هيبقى جوه. بعمل الحشو واحشيه، بدل ما احط لحمه ممكن احط حمام، بس الحمام هيبقى ليه طريقه تاني. الفراخ هيبقى ليها طريقه تاني مختلفه، بس هو كلهم بيبقوا واحد. تمام. طبعا بالحمام مش محتاجين نقول ان هو هيبقى مش خطير يعني. هو هيعدي هيعدي مراحل كتير طبعا. افضل حاجه حلوه طبعا جدا. يعني بس يا شيخ حسام الحمام دلوقتي بقى غالي قوي. غالي لما دلوقتي اللبن ابتدى يغلي معانا على النار. تمام. فكويس جدا ان احنا ننزل دلوقتي حاليا في بالرز. اسيبها لك نار عاليه ولا؟ لا هنهدي النار طبعا عليه. تمام. عشان ما يلدعش. اوكي. وهننزل بنص كميه الزبده اللي موجوده معانا اللي هم 50 جرام في الاول، وهنخلي 50 جرام هنحطهم طبعا على الطاجن في الاخر لما نفضي الرز، فهنحط عليه ال 50 جرام الباقيين من الزبده. طيب يا شيف، ممكن حاجه بديله للزبده، سمن او زيت؟ ممكن سمنه او زيت. لا زيت مش هينفع. سمنه قشطه تبقى كويسه جدا، هتبقى افضل. اي حاجه تدي دسامه. اي حاجه تدي نكهه برضه، يعني تدي نكهه حلوه احسن من الزيت. طبعا. ايه هو الزيت؟ يعني مش مستحب، مش لطيف الزيت. هو زبده او ممكن قشطه او كريم هتبقى كويسه جدا. حلو. اوكي. اوكي. هنركنه بقى على نار هاديه حاليا ونعمل اللحمه بقى. تمام. اول حاجه هنستخدمها للحمه هنستخدم 30 جرام زيت. زيت نباتي. زيت نباتي. زيت عباد الشمس. موجود في البيت ممكن نعمل زيت عباد الشمس. الشمس. ايوه. تمام. 30 جرام يعني معلقتين كبار. حاسه ان انا المترجمه. وهناخد 20 جرام زبده هنضيفها. طبعا حطينا زيت الاول عشان الزبده ما تتحرقش، لان لو حطيت زيت ده النار لدرجه حراره عاليه، على درجه حراره عاليه فهتتحرق فهتمرر معايا الاكل، فلازم نحط زيت نسبه زيت مع الزبده عشان ما نحرقهوش ما نحرقهاش وتستوي ما يضيعش. تمام. هنبتدي بقى نضيف البصل. والرز في النار يا شيف اتحرك ويتغطى ولا يكون؟ لا على نار هاديه شويه. هنضيف بس شويه ملح عليه.
نقلب البصله كل شويه عشان ما تقلبتش الحروف اللي موجوده تتحرق فتمرر معايا، فلازم كل شويه اقلب البصله. وليش فاية؟ اه طبعا انت عارف ان انت كده كملت الوجبه اللي احنا عاملينها رز وملوخيه. لسه كنا بنقول ان احنا الملوخيه لازم نعمل جنبها رز. اه بس دي دايما بتعمل رز ابيض. رز ابيض اه دايما. انا عارف احنا عندنا في البيت بنعملها رز بشعريه. انا عندي اولادي واولادي واولاد اخويا ربنا يخليهم لك يا رب بيعشقوا رز ابيض بملوخيه، اكتر اكله محبوبه. انا نفسي اكتر اكله مفضله بالنسبه لي رز وملوخيه وفراخ. احنا عندنا برضه فراخ محمره بقى. اه فراخ محمره هي دي اكتر اكله موجوده عندنا، واكتر اكله موجوده الاطفال بيعشقوها، بيحبوا الحاجه دي يا احمد جدا. ايوه احنا عندنا برضه في السودان بنعمل الملوخيه بالرز الابيض المفلفل بس، فبرضه أيوة. يعني بناكلها بيه بس بتكون تقيله شويه كده بتختلف عن حط الثوم. ده فص ثوم مفروم بالظبط. ثوم فريش. توم فريش. توم فريش. ممكن توم فريش، ممكن توم باودر برضو ما فيش فيه مشكلة. بس الحاجة الفريش دايما بتبقى أفضل. بتدي نكهة أحسن. اه دايما أفضل الحاجات الفريش دايما بتبقى أفضل. أيوه. تمام ممكن ننزل باللحمة دلوقتي. حسام انا مبسوطه اني انا واقفه معاك بصراحه في المطبخ وان احنا بنطبخ مع بعض. انا اكتر. الله يخليك. ده حاجه وصلني جدا وشرف ليا ان اكون معاكم في البرنامج يعني. الله يخليك انت منورنا. نورتنا. نورك. الرز تقريبا بنسيبه 10 دقائق صح؟ ايوه 10 دقائق ربع ساعه ونحن احنا خلصنا اللحمه ان شاء الله. نخلص اللحمه طاجن موجود عندنا جاهز. الفرن ظبطينه على درجه حراره 180. الفرن شغال؟ شغله لك حالا. فوق وتحت صح؟ اه فوق وتحت. تمام. في النار طوال تسخن الفرن بتاعك. لازم يكون الفرن على درجه حراره 180. 180 طبعا. يعني رز معمر ده اول ما ناس اخترعته كانوا الناس اللي هم الفلاحين، او الناس اخترعوا رز معمر او طاجن رز معمر. برضو كانوا بيعملوه فخار، كانوا بيعملوه في الافران اللي هي القديمه، عارف انت تفتكر الافران اللي هي الطين. أيوة. اللي بتكون اللي هي بتتعمل بالحطب. أيوة. أيوة. هي دي. هو كانوا بيسووه في الافران دي، بس مع التقدم طبعا احنا بنسويه في افران كهرباء كده، واختلف في الاول كان بيبقى ساده، دلوقتي بيبقى فيه كذا حاجه منه فطورنا يعني. بالظبط. تعرف انه زمان استخدام الفخار كانوا نوع الفخار بيستخدم في الاكله الواحده. زمان طبعا ما كانش فيه الجليز، كان هو بيتحرق بس في الفرن. فعلشان يفضل ياخد من طعم الاكله، هو الطاجن ده للباميه، الطاجن ده للرز المعمر، فلما يدخل الفرن وياخد النكهه من الاكله اللي هو بيتعمل فيها كان بيبقى مكتوب عليه الطاجن ده بيستخدموه لايه. اه دي حاجه فعلا حقيقي. الفخار ممكن طعمه ياثر في الاكل. اه هو الحاجه الوحيده اللي صحيه. صح. يعني الحاجه الوحيده لحد دلوقتي هي صحيه، وابتدينا دلوقتي نرجع نشتغل بيها دي حقيقة في المطاعم، لان هي افضل حاجه دلوقتي فخار. نحط بقى شويه فلفل اسود حوالي 3 جرام. هنحط 5 جرام ملح وحسب الرغبة. في ناس بتحب الأكل شوية، في ناس بتحب الأكل ملح قليل، وفي ناس بتحب الأكل الملح مظبوط. أيوة. تمام. فإحنا بنعمله طبيعي يعني. إحنا زي ما إحنا متعودين الشفقية طبعا، إن الأكل ما ينفعش يبقى مظبوط قوي في الملح. الأكل دايما بيبقى قليل شوية، فقليل شوية أنت سهل جدا إنك تضيف الملح، إنما لو عملته زيادة فمش هتعرف تضيفه، مش هتعرف تعالجه. انا ما باكلش ملح كتير، فطبعا مش هعرف هاكل ملح مظبوط، فبنتحكم فيه بالطريقه دي. 5 جرام ملح يعني معلقه ملح تقريبا صغيره. بالزبط. والفلفل ربع معلقه. عندنا يا شيف امهاتنا السودانيين في البيت السودانيه
بيقولوا انه النار الطبخ عموما اي طبيخ لما تحطه في النار الملح بيزيد مع النار، يعني كل ما قعدت في النار اكتر كل ما الملح بتاعها زاد. ده حقيقي، لان الحاجه دي لما بتقعد على النار وقت اطول فهي بتعمل ريجوس فكلها بتاثر. يعني انا حطيت شويه ميه لتر ميه لو سبته ساعه على النار مش هلاقيه، النار بتغلي بيتبخر فكل اللي بيتبقى حتى لو جيت شربت اخر شويه فيه هتلاقيهم ملحين جدا. صح، فهو كل حاجه كل ما بتقعد تاخد وقت اطول على النار فبتاثر فتملح فالطعم تست بيتغير. في حاجات التست بتاعها او طعمها بيبقى كويس جدا بعد لما بتقعد وقت طويل، وفي حاجات ما ينفعش تقعد وقت طويل، هي ليها تايم معين تقعد التايم دوت تبقى 100 100. صح ولا يا شفاء؟ صح يا شفاء. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ انت قول لنا بقى. الفرن جاهز؟ انا الفرن جاهز، انا جايه النهارده اكل بس. لا ده انا اللي جاي اكل. هي ما مفيا يعني طش. سمعت صوت التيش؟ ده اهم حاجه. سمعت صوت التيش بس كان ناقص بس الشقه بتاعت الريحه كمان. الشقه بتاعت المنفيه احنا ما عندنا كده، لكن الريحه بتاعتها دي لازم كده الواحد هي دي الشقه دي لازم يعني الواحد كده يشمها كده يعرف انه بجد ريحه نكهه الاكله فيها بالظبط. تعرف دي اهم حاجه دي. لسه لحد النهارده اجدادنا وامهاتنا عندهم فعلا اقتناع ان هي انت لو مش هقتيش على الملوخيه وانت بتعمليها مش تطلع حلوه، انت لازم وانت بتمشي كده تقولي لازم. فريقوا عندي شقه يا جماعه. اكيد طبعا ده لازم نعمل، لازم الشقه على الملوخيه. يلا احنا دي اساس الاكله المصريه في الملوخيه. ما لازم احنا عندنا يعني تشهق فيها كده، لكن هي تلقائيا الواحد بمجرد ما يشم الريحه بيقول لك هي الشقه. الشقه احنا بنقول كده لان هي فعلا طلعت تلقائيا بالظبط، فبس في ناس ما بقتش تطلعت تلقائيا. فنقول لا هو لازم، هي تقاليد ايوه ان تلان عليها. انت عندكم كده ايوه اتعودنا عليها عاده كده لازم احنا بنقولها من حته الهزار. ايوه هو بنهزر لازم تشقى على الملوخيه. أيوة. لو ما شقتش مش هتبقى مظبوطه. تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنحط نص كميه الرز في الطاجن. امسكه ده عشان اقربه بس. ماشي. انت عارف ان انا مش من عشاق الرز المعمر. انا بعشقه يعني ما اعرفش شكله غير لو كان حلو قوي، بس هو باين ان انا هاكله النهارده تقريبا. يعني هو شكله حاجه سمحا بعدين حتى الزبده ادته لون كده بالظبط، فدي حاجه حلوه برضه الواحد ممكن يجربوها يعني. واللبن لازم يكون اللبن كامل الدسم، لو ما ينفعش لبن سكندي ميلك خالص او خالي الدسم نهائي، هو لازم يبقى لبن كامل الدسم. وهو بيحب الدسامه يعني الرز المعمر دايما بيحب ايه الدسامه تكون بتبقى زياده فيه، كل ما هيبقى كويس كل ما هيبقى افضل. كل ما تاكله وتتخن اكتر كل ما تعرف ان هو كان حلو. طيب اللحمه جاهزه معانا كمان. هنحط اللحمه كلها ولا هنحط نص كميه اللحمه تحت؟ مغريه حلوه الحته يا شفاء. حلوه حلوه يا شفاء حسام. خلاص حاسه ان انا عايز اكله كده اصلا. انت عارف طبعا ان انا الروائح بتغريني طبعا حتى لو مش جعانه يعني. بعد كده هنحط بقى نحط بعد كده باقي كميه الرز المعمر. برضو لازم يكون فيه فيه حليب شويه ولا لازم هنحط كميه كده وهنحط باقي كميه اللحمه. تسلم ايدك يا شيف حسام. الله يسلمك. تسلم ايدك على كميه الدسامه دي بصراحه. طبعا واحنا بنجهز الطاجن لازم الفرن يكون جاهز على درجه حراره 180 اهم حاجه، لانه ما ينفعش يخش الطاجن على درجه حراره اقل لان الرز هيعجن هياخد وقت عشان يوصل للي احنا عايزينه فهيعجن. هنحط
كفايه كميه الزبده. هو لسه في زبده ثانيه يا شيف حسام؟ ده لازم دي دسمه شديد جدا. هو الرز معمر بحب الدسامه جدا، وعشان كده بتلاقي نفسك كلت منه واحد حبه صغيره قوي. بالظبط كده، متقدرش متقدرش فعلا. تمام، الفرن جاهز عندنا على درجه حراره 180، هندخله لمده 40 دقيقه. اوكي، تسلم ايدك يا شيف حسام، وريحته باينه من قبل ما اقول، سمته باينه يا شيف حسام. الله الله يبارك لك يا شيف حسام. اي حد بيعمل دايت انه ياكل. بالظبط بالظبط، ده ملوش اي علاقه بالدايت يا جماعه. اه ده ممنوع للناس اللي بتعمل دايت نهائي، لان هو كميه الدسامه اللي موجوده فيه عاليه جدا جدا جدا. هنطلع فاصل ونرجع يكون الرز المعمر خلص، ونشوف بقى ونقول راينا على شيف حسام. طيب اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونرجع لكم. ورجعنا تاني نواصل مع الشيف آية والشيف حسام. تفضلوا. كده طاجن الرز المعمر بقاله 40 دقيقة في الفرن، نطلعه بقى ونشوف وصلنا لايه؟ نطلعه ونشوف وصل لايه بقى دلوقتي؟ ايوه. هو هيبقى سخن ولا ايه يا شيف حسام؟ لا خالص. كده ظبط جدا جدا وبقى جاهز. والريحة كمان تهبل. ما ينفعش اكل؟ بقى جاهز. مش هدوق، اكل. فهنا وشيف عليكم. شكرا شيف حسام، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم، نورتنا ونورت قناه الشروق ومطبخ الشروق بطاجن الرز المعمر الجميل اللي انت عملته. شكرا يا شيف آية، وشكرا لقناه الشروق، وفرصه سعيده. احنا اسعد. شكرا شيف حسام. اعزائي المشاهدين، اخر فاصل ونرجع لكم، خليكم قاعدين. أعزائي المشاهدين، رجعت لنا الأخت الزميلة سمر. ويلكم باك سمر. أهلاً، رجعنا لكم تاني، وريحة الأكل وشكله حلو شديد. حاجة خرافية صراحة، شيف حسام ما قصر، عمل لنا طاجن مع مساعدة الشيف آية، حاجة خرافية. كده احنا خلصت حلقتنا النهارده من مطبخ الشروق. عملنا الملوخيه، عملنا البتنجان المخلل، عملنا البغاشه، وشيف حسام عمل لنا طاجن الرز المعمر. يا ريت تجربوا الوصفات وتبعتوا لنا تقولوا لنا رايكم ومقترحاتكم، لو عايزيننا نعمل لكم اي حاجه. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى الشعب السوداني بالف خير ان شاء الله يا رب. نشوفكم ثاني في الحلقات الجايه. شكرا لكم. وبكده اعزائي المشاهدين نكون خلصنا حلقه اليوم الاول من شهر رمضان. نشوفكم الحلقه الجايه في امان الله.